اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الجار اللي قدامك مساكم الله بالخير يا فيصل. الصوت فيصل، عطني العصا عشان اللي يسبب مشاكل اللي يسبب مشاكل. لا جيب لا لخك الحين على ابنك رضخنا من البارحه هلا ببدا رضخنا الله يبارك. انا طالبك صدري رايح يا ولد، ما في وقت استري استري. خلاص اذا جو يكملون اي ما هو لازم يجي ذا اللي يجي. تحب النار؟ ابو صالح علمني اذا تبي تتكلم عشان اسكت، ترى طش البنر وامشي وخليك، ترى انا جالس الحال لا تقروشنا. يلا ابو سعد، اول شيء مساكم الله بالخير يا الربع. مساك الله بالنور والسرور. مساء جميل، يوم جميل، ابراهيم جميل، ناس عزيزين راح يطلعون اليوم. يعني الموضوع مره حلو يعني صراحه، ويسعد ويحمس ويحفز ان الواحد يسوي مبادرات. يعني الشيء الوحيد المهم انه انا وابو سعد باقين ان شاء الله في القريه. يعني الله يسعدك، الله الله يجعلك ذخر، الله يجعلك ذخر يا هلا. حقيقة أهني نفسي، أهني إخواني، أهني الجمهور. خط ما تبساكت. أهني نفسي بعد بقى أهني نفسي، أهني إخواني، أهني الجمهور على خروج فيصل العرجاني هذا المساء. وأهنيك أخوي عبد. الله يوفقك. الله يسعد. شكرا شكرا. الله يفيض وجهك أبو سعد. لا بدون مقاطع يا عيال، خلي بنخلص قبل الصلاة. الموضوع كل ما فيه هذا الموضوع يخص وقف اليتيم أبطال أملج. إن شاء الله الله يتمم لهم على خير، إن شاء الله نفرح بإتمام الوقف بأقرب وقت ممكن. أبغى من كل واحد منكم، طبعا عندنا من 1 إلى 20 على عدد المتسابقين، نزل يدك لأجرجخك بالعصا. من 1 إلى 20 حلو؟ طبعا على أن الشباب بس فيه اللي نايم، فيه اللي يقرأ قرآن، فيه اللي تهجد الحين. نبدأ من اليسار لليمين، العيون أبو صالح. نبدأ من عند عبد الله الرزقي، اختار رقم. استر استر، يلا نبدأ من أبو صالح، روح. طب على كيفك ابو، اختار رقم من الارقام وافتح الظرف. تعال هنا عندي، اختار رقم 7، افتح الرقم، اقرا وش موجود. اسقي الزرع الموجود بالمنتجع بالماء المتبقي منك. حلو حلو. انا كنت بسويها ابو صالح، انا في الغرفه في مويه واجد. لا خذ الماء اللي عند الروق يعني. لا في المجلس مليان. خلاص راح اخذ لك كوب مويه، هذه بشربها حرام. واسق الزرع. عبد الله الرزقي تفضل، طال عمرك. صدق بكل امانه وبكل ذمه وضمير، اسق لين يخلص الماء. ابشر. تعال ابو علي. تم. عبد الله عبد الله. الله يكتب اجرك ابو. اختار رقم من اختار اي رقم. طيب. تعال هنا، تعال من هنا. ابشر. اختار رقم 1. خلصت. رقم 1. لو شمر يا. لا تقرب من فيصل. الصوت يا عيال تكبر. صوت يا عيال يا فيصل، خلاص سبعت محب. خلك خذ لك دورتين بالهنجر وارجع مكانك. يلا روح. امانه تروح للهنجر تاخذ لفتين تجي. امانه روح لفتين. ايه لا هذا وش فيصل عرجاني حلقه الاول. يلا تم. تعال هنا مثني. يلا انتباه يا شباب، انتباه شايع، انتباه. يلا كم وصل نسبة الوقف؟ كم وصل نسبة الوقف إلى الآن بالمئة؟ غشش عادي يا أبو. أنا عارف. سريع جاوب. 34. 34%؟ إيه. 31. هذا آخر تحديد. فيصل وش قال؟ عبد الفريدي، عبد الفريدي فيصل. 34 البارح. إيه. 34. قال 34. 34 لين يجينا خبر ثاني. هو 34. الله يعطيك العافية. استري ابيض وجهك. شكرا لك، مقدر لك طال عمرك. شكرا على ثقافتك الجميله. ولا تعال 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 هي. خلاص روح. فيصل الوضع عشان تدن ترى اخر اذان. تعال يا كحلان الشمري، الوضع مزري ويوسف له. اخر اذان. عجل 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 عجل. فيصل ترى اخر اذان لك. صبر وش انا قاعد اشك. ايش خالد الله يطول عمرك، ايش خليت معك؟ لا توكل الله عشان ما هو ابراهيم. الاسبوع اللي راحت يوم السبت ما باجي باجي. تعال هنا الله يجزاك خير، واختار رقم وافتح الظرف وعلمنا وش فيه. اختار رقم 11. مدري ليه يعطوك الدبوس. كل القهوه الدبوس. تعرف اللي المقصر يسوي الشريط ابو صالح؟ اقرا اقرا شو موجود، اقرا موجود. اقرا موجود. تم التبرع عن امك باذن الله. راح نتبرع عن امك حلان الشمري. الله يخليها له ويطول بعمرها باذن الله. راح يوصلك الايصال بالتبرع. الله يطول عمرك. الله يحفظها لك ويخليها لك.
عثمان الجنيبي ابو عماد. ها لا خلها معك خلها معك يا ابو عماد يحيى. طبعا تم التبرع بوقف ابطال املج بنيه امك حلان الشمري، عسى الله يطول بعمرها ويخليها له ان شاء الله. عبد الله الرزقي للحين ما جاء، يعني واضح انه رشيق مره. اختار رقم خير الامور اوسطها. يلا اختار رقم 12 ابو عماد. الا ما كان فقره وش الموجود الا ما كان شرها الوسطيه. مطلوب منك ترتب الهنجر. مطلوب من ابو عماد يروح يرتب الهنجر كامل ويجي. تراها امانه معك انت روح ارتب. وايش اسوي؟ ترتب اذا في مقاعد. لا اذا في شيء يحتاج الترتيب ترتبه وتجي بكل امانه ومصداقيه. احمد عبد الله شائع عجل يا ابو شائع عجل. عطنا روحك عطنا روحك عجل يا عجل. كله كله روح روح. كدني تبرعات ما في في مكده شويه يعني. ابو شائع ايش تسوي هنا هنا؟ طال عمرك الله يسعدك. لا لا هنا 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 ولا وين؟ اي يعني هذه اللي يلبس نظاره بدون شمس يعني يضيع. طيب خذ لك خذ لك رقم الله يسعدك. بما اننا نحب 505 بناخذ خمسه. هذا 15 الله يخليك لي. خمسه خمسه هذا خمسه. يلا افتح الظرف واقرا والله شفت خمسه. الله يسعدك. شوي بسم الله الرحمن الرحيم. كويكلي بليز نطلع مره ثانيه. ايه في مجال. حظ اوفر ابو شايع الله يحفظك ويستر عليك. يعني الحمد لله كارديو يعني لا ضر ولا ضرر. الله يسعدك ابو عوض المهندس احمد العوض المهندس الكبير. خلنا نشوف حظ. الله يسعد. لا 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 العريس امسيه البارح. تاي وين تعال بدون حذاء. بدون حذاء تعال تعال شوف في 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 سليبر هنا. يمكن يكون فيها مشوار. يلا عجل عجل. ايه اخذت دام شاري ثقل. طبعا المسابقه هذه من فريق داعم عبد الله الفريدي. يستاهلون اقوى تحيه فريق داعم عبد الله الفريدي. يستاهلون تحيه 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 مشاري عمر تحيه عبد الله شايع تحيه. خلنا ناخذ. تعال من هنا تعال من هنا. المشكله الاصفر شوي نزار. تحيه تحيه لازم تعرف. 6 يا ابو نزار. 16 يا ابو شايع رقم 2. ايه قهوه افتح الظرف. خليكم عيال عجلين معدل. يلا بيذن بسرعه. يلا جاب حافظ عجل يا شامخ بسرعه. عد عد هلول هلول ناخذ دوره عسكريه. الجمعيه يقول الجمعيه فرع. الجمعيه حقه الوقف ترعى من الناس الايتام. الله يسعدك ويطول بعمرك. اجابه صحيحه. استرح مالك شيء طالع ما في شيء ما في تبرع ولا شيء. هذا اختبار ثقافات فقط لا غير. مشان عمر تعال. روح روح استرح استرح. اعطني موتر اعطني موتر استرح استرح. والى الان الرزق ما جاء. الرزق للحين يدور. تعال ابو عمر. هلا والله. يا هلا بالانيق يا هلا بالجميل. انا عرفت ليه تبطي عشان حيارك ثقيله. يلا الله يسلمك مشاركه طيبه. ما نظرت لنا. شكرا شكرا تحيه لعبد الله الرزقي ما قصر. التدخل البطيء. انا كنت واحد من اخوياي دوسري يحب لاعب رقمه 20. سبحان الله. اعتزل ما ابي اقول اسمه. اعتزل 2018. الله يسعدك يا ابو عمر. وش يا ابو ناصر وش يا ابو ناصر وش انتي. الله. افتح افتح واقرب بصوت عالي. الصدقه تطفئ غضب الرب. تم التبرع عنك. تم التبرع بنية مشاري عمر من فريق الدعم. يستاهل ابو عمر كل خير. يستاهل الطيب يا حبيبي الله لا يهينك. الله يسعدك. والله ان اللاعب ذاك مبروك. اي والله انت مبروك بعد وانكم مباركين بعد كلكم. محمد مبارك استرح. تفضل يا ابو سعد. انا قدمت ما سويت شيء. الله يطول عمرك. جزاك الله خير. رقم 3 اختار عبد الله ابو سحاب. شوف ايش مكتوب. حصلت معنا على ولا شيء. حصل معنا ابو سحاب على ولا شيء. يستاهل ابو سحاب. يستاهل يستاهل يستاهل. اشكر فريق دعمك. الله يطول بعمرك وانا اشكرك بعد. يلا انا عقبه انا عقبه. صار ماتشناك يا ابو الله يشناك. لا انا انا دقيقه. لا لا اصبر باقي عبد الرحمن غالب. بعده انا. لا باقي الشامخ. تفضل يا ابو غالب. امسك سرعه قم. اختار الرقم 6 ابو غالب كويكلي بليز. سريع سريع. شوف ايش مكتوب. اسرع اسرع. تم التبرع عن اجداد عبد الرحمن غالب. الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته. الحمد لله لك يا رب. يلا عدل عطنا روحك واسترح استرح. يلا الشامخ جاي من دوره عسكريه. ايش الطقم هذا؟ تعال هنا تعال هنا تعال هنا تعال هنا. يلا اختار. يحك اختار. لا لا تحك.
السلام عليكم. اي رقم اختار؟ الصوت الصوت يا عيال الصوت. خلنا ناخذ الرقم هذا ينقسم على 2 10. يلا دقيقة بس بعد الشاوة. تعال 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 اقراها تعال. تم منحي 30,000 ريال من فريق دعم عبد الله الفريدي. خلنا اقرا. يقول معليش تعبناك معانا ارجع مكانك. هم صادقين والله. ابو ناصر تفضل. ابو ناصر وش الكشخ هذه؟ ابو ناصر تعبت من بعدك طال عمرك. الله يوفقك. اختار رقم يا ابو ناصر وافتح الظرف وعلمنا ايش مكتوب فيه. دعمنا هذا 9. هذا 9 11 هذا هو. هذا تحت. الله لا لا ما عليك. يقول اختار شخص واحد تلعب معاه حجرة ورقة مقص واللي يفوز يتبرع عن الثاني. راح يختار واحد ابو ناصر يلعب معه حجرة ورقة مقص واللي خسر يتبرع. مثلا خسر ابو ناصر يتبرع عن مثلا الشخص الثاني. اذا خسر الشخص الثاني يتبرع بنية ابو ناصر. اختار شخص يلعب. منو اللي ما يعرف يلعب هاي عيال؟ الافضل الافضل انك تختار الفايز هو اللي انت تختار الفايز يتبرع عنه. لا هذه هذه اليه مسابقه واحد من اثنين عشان تعرفون الطرفين ترى. عبد الله عشان ما تصير من الطرفين يعني الفائز يتبرع عنه. الفائز يتبرع عنه. انا اتبرع عنه فريق دعم. خلاص تم ما عندك مشكله. تمام يلا اثنين يلعب الحجر الرقص وانا اتبرع بنيه الفائز باذن الله. يلا توني صاحي. واحد اثنين ثلاثة كم حولة فاز ورنس وبإذن الله راح نتبرع بنيتك بوقف أبطال أملت تستاهل. وتعال اختار طيب معنا رقم. بيض الله وجهك يا عبد الله الفريدي. أنت وفريق دعمك على المبادرة الطيبة والله يكتب أجركم وبصراحة تحسب لكم. الله يوفقك. الله يحفظك. الله ما شاء الله تبارك الرحمن. تعال يا عبد العزيز عجل قبل الصلاة. اختار رقم 9 ورنس عبد العزيز. الصوت يا ابو سحاب. تم التبرع عن اورنس ما شاء الله تبارك الله. فاز بحجر ورقة مقص تبرعين بمبلغ 600 ريال بنية اخونا اورنس. طلعت ابو غالب انت تبرع عن اجدادك. تفضل يا ابو صالح. وجهك ابيض وجهك ابيض يا حبيبي. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. الصوت 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 خلاص كمل. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بإصبعه السبابة والوسطى زايد. تم التبرع عنك. يستاهل أبو صالح يستاهل يستاهل. الله يكتب أجره. يلا أبو علي. رقم 5 15 إيه والله. مش مكتوب؟ وش؟ أسرع 10 من جمهورك ينشرون صور. أسرع 10 من جمهورك ينشرون صور الوقف بالتاج. يعني إيش؟ يعني أسرع 10 من جمهور عبد الله الرزقي من الحين ينشرون صورة للوقف بالتاج سيتم التبرع بنيتهم جميعاً. الله يبيض. أسرع 10 هالحين. الله يبيض. من الحين. يلا يلا يا جمهور يلا بسرعة يلا. يلا أبو عماد عجل ترى ما معنا وقت. هذا زمن الفرارة الأولى. كلك حالة يا أبو. عارف إن وراها مكدة. أين يوجد مقر الوقف؟ أين يوجد مقر الوقف؟ في مكة المكرمة. الله يجزاك خير وإجابة صحيحة. استرح. اللي بعدك حلال الشمري. ما بجايز. لا ما بجايز. هي أسئلة ثقافية. يا عبد الله جاك جايز حلو. عبد الله عبد الله. أنت جاك تبرع عط غيرك مجال. أيوة أيوة. يلا 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 تفضل. أنت جاك وش جاك أنت؟ تفضل وشايع. اللي حظ الأوفر يطلع. اختار. يا سلام. أسرع يا أبو شايع. أبو شايع اختار رقم 4. أبو شايع مكتوب لي بالظرف أنك تدعي للمسلمين لمدة دقيقة كاملة. اللي معه ساعة يحسب يا أبو. عندي يلا واحد اثنين ثلاثة ابدأ. إن شاء الله العلي العظيم سلطانه الكريم. إن الله يرحم كل ميت
وان الله يحفظنا ويحفظكم بحفظه، وان الله يسعدنا وياكم دنيا واخره، وان الله يعيننا وياكم على الدنيا بخير، وان الله يقبل منا ومنكم صالح الاعمال. ونسال الله العلي العظيم لكل مريض ان الله يشفيه ويعافيه، ولكل محتاج ان الله يرزقه ويبارك له في رزقه وفي حاله وفي ماله. ونسال الله لكل من فقد ابوه ان الله يجعل ابوه في الجنه وموتانا وموت المسلمين. واسال الله العلي العظيم انه يوفق اخونا عبد الله الفريدي فريق دعمه ووالديه اللي جابوه لنا هنا وخلوه يشارك معنا، ان الله يطول اعمارهم ويرزقهم بره ان شاء الله. آمين. انه على كل شيء قدير، والله يوفقنا واياكم للحظ الطيب ويعيننا واياكم على الدنيا بخير. اللهم الله. يلا كمل. نسال الله انه يبارك في طاقم الاعداد وابو ناصر والمسلمين اجمعين والناس اللي يرقدون هناك ما شاركونا. نسال الله ان يوفقنا واياهم للحظ الطيب، والله يقبلك قبول الحسن. امين. الله يجزاك خير يا ابو شايب يا حبيبي. شكرا. يلا اللي بعد ابو ناصر، طلع صوتك ابو ناصر، قال ابو ناصر عشان تسكت. يلا ابو عوض. يلا خلاص رحبنا وعرفنا فيك كمهندس، الحين احمد العوض بس. يلا يلا يلا. بسم الله. 17. اوكي يعطيك العافيه. تفضل هنا، تفضل هنا، افتح الظرف اقرا. يكفي انك اخترت رقم ارجع مكانك. قول بالورقه يكفي انك اخترت رقم ارجع مكانك لو سمحت. وي الله يسعدك. ما لا تبرع. يلا باقي ظرفين. انا وحمدي بيا. يلا تفضلوا. يلا ابو سحاب 19، محمد العبيان 18، نشوف ابو سحاب ايش عنده. سمعنا صوتك. سمعنا صوتك يلا. يا نشيد يعني. نشيد ايه. استريح يا ابو ابو عماد. بابا جاب لي بالون يا عيني يا عيني احمر وزند اللون يا عيني يا عيني بابا. يلا الله يسعد. شوف ابو مبارك ايش عنده. حلو ريحه العطر. اذكر حديث عن الصدقه والايتام. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. أكمل الحديث. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. يكفيك الكلمة هذه. وأشار بالسبابة والوسطى. يعطيك العافية. دقق لي عشان دقق لي عشان دقق. أنا أدري إن ثقافتك حلوة عشان كذا يعني. يلا خل حب الله يسعد الله يسعدك. يعني الاسبوع هذا كان يعني مزحوم شوي بالفقرات، فما اخذنا الصوت يا شباب. صوت يا ابو صالح ابن ختم لي بنمشي. اسمع طبعا انا ضيف الشرف فيصل. طبعا تعال ابو مدعث معي هنا يا تكرمت يعني. تفضل علي بس لو دقيقه. اخر وقفه بتوقفها جنب عبد الله. تفضل بس لو دقيقه. الله يطول بعمرك. خلاص تعال. لا الكاد يا شباب الموضوع بما فيه، بما اني سفير الوقف، فريق الدعم حبوا يغيرون الجو والمود، يقلبونها اسئله ثقافيه تخص الوقف وتبرعات. كل عاد وحظه اللي طاح بتبرع. اسال الله العليم بهالوقت انه يطول باعمارهم ويوفقهم ويسعدهم مثل ما سعدونا. وشكرا شكرا من اعماق قلبي على جهودهم الطيبه والغير مستغربه. ووقف اليتيم هذا اخر يوم لي بالسفاره انا واخوي وحمد العوض، وان شاء الله ان كفينا. ما اخر يوم في القريه لك الحمد لله. وفى. لا لا ما عليك زلني. انا اخر يوم عبد الله. انا اخر يوم عبد الله. فنذكر كفاله اليتيم 300 ريال للفرد، 600 عن الاب والام، 900 عن العائله، 380,000 عن شقه كامله. شدوا حيلكم ونبغى همتكم جميعا عشان ننهي الوقف ان شاء الله باقرب وقت ممكن. كلمه بس كلمه قدام فيصل. شكرا تفضل. ان شاء الله بعد السفاره بعد ما تخلص منك يستلمها فيصل. اتمنى من يوم الاحد. كلمه توجهها لابطال املج. واثق بيرجع. اقول اتمنى. ونصيحه توجهها لهم يا ابو مدعي. اقول لهم الله يوفقنا واياهم. امين. يسدد اخطائنا واخطاهم. ويدلهم على الدرب الصحيح. امين. وصدقه تطفي غضب الرب. والله يعطيك العافيه يا ابو الله يسعدك. الله يسعدك. الله يسعدك. شكرا شكرا يا شباب على حسن الاستماع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبيب عين. الله يطول بعمركم. يا حباني شو القشك؟ وريت.